قوة ونباهة. يلا 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 نحلى. ومعكم أصدقائنا الحلوين الدكتور أخصائي التحاليل الطبية. نتعرف على حضرتك. الدكتور عماد قنواتي أخصائي في العلوم المخبرية السريرية. أهلا وسهلا في حضرتك في برنامجنا يلا نحلم. أهلا بكم. كيف تشرح لنا دكتور عن مهنتك بشكل مبسط؟ مهنتنا هي مساعدة الطبيب للتعرف على المرض بشكل صحيح ودقيق وبذلك بيعطي العلاج الصحيح. نحن بنكون مساعدين للطبيب لمعرفة الحالة الصحية للمريض. في تخصصات بمجال المختبرات الطبية؟ طبعا المختبرات الطبية تنقسم إلى أهم عدة اختصاصات. أهم اختصاص علم الأحياء الدقيقة المجهرية اللي ما بنشوفها إلا بالمجهر، علم الكيمياء الحياتية، علم المناعة والمصول، علم الدم والتجلط الدموي. دكتور شو المخاطر اللي بتواجهها بمهنتك وكيف بتتغلب عليها؟ طبعا نحن المخاطر كثيرة. نحن عم نشتغل مع عينات لمرضى، لذلك نحن باحتكاك مع المرض. أقل غلط بتخلي هذا المرض ينتقل لي. أنا بدي انتبه كتير 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 بالشغلي. أولا لما بسحب الدم، إذا أنا وعم بسحب الدم شكت إبرة بالغلط فاتت بإصبع إيدي، هيك انتقلت العدوى لإلي. كمان لما أنا عم بشتغل بالفحص بدي يكون دقيق، انتبه ما يصير في تلوث، مشان هيك لازم ألبس الكفوف وأغسل إيدي منيح قبل العمل وبعد العمل. ممنوع أنا آكل أنا وبال مختبر، ممنوع انا اشرب اي اكل خضره او اي شيء اشربه وانا بالمختبر. هذا المكان فقط مخصص للفحص. كمان لازم انتبه انه بس لخلص انا تعامل مع العينات ما لازم ارميها بزباله، حيحفظها. هلا حارجيك بمستوعب خاص حتى ما ناذي الشخص اللي بده يعمل التنظيف. هذا المستوعب الخاص وله لون خاص، تيجي شركات خاصه بتتلفون حتى مش بس احمي حالي كمان حتى احمي غيري من خطر الاصابه. دكتور شو الادوات الاساسيه اللي بتستخدموها؟ احنا قلنا اقسام المختبر عديده، وكل قسم من هالاقسام له جهاز خاص فيه. نحن عندنا علم الدمويات له جهاز بيعد الخلايا. نحن من زمان كنا نحطهم تحت المجهر، هلا صرنا نعطيهم للجهاز هو بيعدهم. كمان علم الكيمياء كان له عده اجهزه، كان له جهاز الحمام المائي اللي بصير فيه التفاعل وبعدين بنحطهم بسبكتروفوتوميتر بنقيسهم. هلا صار في عندنا جهاز فول اوتوميتد بيقيس كل هالاشياء الكيميائيه ونحن بنراقب عمله. التشخيص السليم للمرض يؤدي الى العلاج والشفاء باذن الله، ماذا لو حدث العكس؟ هذا خطير جدا. نعم. هذا اذا حدث حيكون يؤدي إلى أذى المريض. نحن نعرف أنه الحكيم حيعتمد على نتيجة الفحص لإعطاء العلاج. لما بيكون التشخيص غير صحيح نتيجة الطبيب حيعطي العلاج غير الصحيح، يعني لن يكون شفاء للمريض بل سيكون له أذى. وهذا إن شاء الله نتمنى أنه ما يحدث مع أي مختبر إن شاء الله تعالى. يلا 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 نحلم. هذا البرنامج